هاي، أنا دكتور رمزي وحأحكيكم اليوم عن موضوع بهم كتير من الأشخاص، اللي هو موضوع مرض الغدة بالعين. يمكن ما كتير سامعين فيه. هو مرض بيصيب الأشخاص اللي بيكون في عندهم مشكلة بالغدة الدرقية، اللي هي الغدة الموجودة بالرقبة، وبيصير بيؤدي إلى أنه جهاز المناعة بيهجم على العين. لما يهجم جهاز المناعة على العين بيسبب في عنا جحوظ بالعين، بيسبب في عنا ارتفاع بالجفن الفوقاني، يعني بيصير في عنا تفنجر بالعين، وكمان بيصير بيسبب عنا أوقات حول أو أنه تشرد العين من محلها. طبعاً إذا بتعرفوا أشخاص في عندهم هالعوارض أو في عندهم احمرار، وجع أو تدميع حول العين، لازم ننصحهم يتوجهوا بأقرب فرصة لطبيب عيون أو لطبيب مختص حتى ياخذوا العلاج المناسب. طرق العلاج هي عادة أنه ناخد أدوية للسيطرة على المناعة مثل الكورتيزون اللي بينعطى بإبر أو بالمصل، وطبعاً بحالات متقدمة بنضطر نعمل عمليات لإرجاع العين لمكانها. لازم دايماً نستشير طبيب أخصائي حتى يكون عندنا التشخيص الصحيح وطريقة العلاج الصحيحة. هيدي كانت نصيحتنا لليوم. تابعونا بنصايح تانية بغير يوم.